السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم ببرنامجنا كوفي كورنر. خلينا نتكلم عن عوار الرقبة، ديسكات الظهر، ال 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 الألم الشديد بأسفل الظهر. تدرون شو نتيجتهم؟ إنك أنت ماسك تلفونك ومتشندس راسك لمدة طويلة. ف ايش قاعد تسوي انت؟ خل اقول لك شغله. سبحان الله، جسم الانسان صاير مثل العمود الفقري، صاير مثل الاس. فانت لما تمسك التليفون، نزل راسك طالع بالطريقه هذه، تشندس، نقول انت قاعد تقلب بالسوشيال ميديا من برنامج لبرنامج، وياخذك الوقت ساعه ساعتين ثلاث. انت راح تحس انت 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 ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد تسوي لود مو طبيعي على الرقبة. فأنت بدايتها الرقبة، فأنت راح تحس بعوار كتفك وبرقبتك. وانت هني الثانية هذه لمدة طويلة، سبحان الله. طبعا بعد استشارة الدكاترة يقول لك الدكتور الثانية هذه شو تسوي؟ تخلي الديسك يدني ويطلع برا. طبعا انت عوار ديسك مثل ما انت عارف، الديسكات اللي صايره بين الفقرات، من يطلع منها خلينا نقول جزء صغير، شفت الجزء الصغير هذا؟ يسبب لك مشاكل بحياتك وتعب مو طبيعي. تبي انت اي شيء عشان توخر الالم. ليش؟ لانه هو ديسك ضاغط على شنو؟ على الاعصاب. فانت العصب نفسه قاعد يدز الديسك. فانت مع انت الثانيه هذه جسمك قاعد يحاول يسوي ريزيست، فانت لا، انت قاعد تزيد عليه. فالديسك لازم راح يطلع. ليش؟ لانه راح يطلع هو ويا الماي اللي هو السائل الغضروفي اللي انت بين ديسكاتك. فانت هني قاعد تزيد من الالم داخل الديسكات، عشان كذي انت يسبب لك الديسك. فهذا واحد من الاشياء. الشيء الثاني، انت هم انت مكندس وايد وانت قاعد تطالع تلفونك. فشو سوي؟ اغلب الناس مثل ما قالوا الدكاترة ان يحوشهم الفقرة الخامسة والرابعة، وهذا الشيء وايد شائع بين الناس اللي هو يعني عوار ديسك الفقرة الخامسة والرابعة، لان سببهم كثر ما انا اتشندس، او اني انا خلينا نقول يمكن انا مثلا انسان يعني فيني وزن زايد وكرش يعود، وانا قاعد مكنس بالطريقه هذه مده طويله. انت ايش قاعد تسوي انت بظهرك؟ انت قاعد تسوي يعني قاعد خلينا نقول كأنك قاعد انت تعذب ظهرك وتعوي. ف 100% الديسك لازم راح يسوي له انزلاق ويطلع برا وياثر على العصب، وانت عاد تدش بمتاهه مع الموضوع. ولازم الدكتور يقول لك انت لازم تنزل وزنك، ولازم انت اذا ما نزلت وزنك لازم راح نصير تدخل جراحي والامور هذه. تخيل كل هالاشياء سببها شنو؟ تلفونك. ف يعني ما ادري، الامر لك، راجع لك. هذا الامر كله بسبب تلفونك، وانت شلون انت ولا انت شلون انت مكندس وقاعد طالع التلفون لمدة طويلة. سبحان الله، الناس تناديك يا فلان يا فلان ولا ترد عليهم، وايد مندمج بتلفونك، فأنت ما أدري إيش قاعد تسوي بنفسك. الله يعينكم إن شاء الله. تمام، والحين ننتقل حق فقرتنا الرياضية. عضلة اليوم واحدة من عضلات الكوادز، اللي هما أربع عضلات، اللي هما الفخذ، الهامسترينجز،
بطات والجلوت. التمرين هذا وايد ضروري الناس تلعبها بالفري ويتس او بالاجهزه عشان تقوي العضله اللي بالفخذ. تمام. طبعا اليوم احنا راح نلعبها بالكيبل وبنشوف شلون هي طريقتها بالتمرين. تمام. فما داعي انا اسوي اخذ وزن ثقيل، تمام؟ لما انا اطلع بالحركه حصير بالطريقه هذه واحد، فانا هني قاعد ادرب العضله اللي هني هي عضله الفخذ من فوق، كاني انا قاعد اشوت كره. هني انت تبي الافكت بهالعضله اللي هني، تمام؟ ولازم انت لما تسوي التمرين لا تحاول انك انت تطير بالتمرين، اخذ راحتك وركز، وما داعي تشيل اوزان ثقيله خصوصا انت وانت قاعد بالطريقه هذه عشان انت ما تعور ظهرك. فبتسوي التمرين اعداد كثر ما تعد انت تحس انت بعضلتك قاعد تشد، تمام؟ تذكروا يا جماعه اذا انا عضلتي، اذا انت جيت يوم من الايام قاعد تمرن بالنادي وحسيت ان انت عضلتك شدت بسرعه لا تهجى ان انت ترى يعني انت اديت بسرعه التمرين، لا لا لا، معناتها شيء واحد انك انت اساسا مرهق وياي تعبان وياي تمرن، فالعضله سبحان الله اساسا مرهقه فراح تلاقيها تشد بسرعه، فانت يعني المفروض ما كنت تجي وتتمرن. فحاول انك انت اذا تحس نفسك انت وايد مرهق لا تسوي التمارين الا اذا كنت انت يعني جسمك يعني ما في اجهاد زايد، وهذا الشيء وايد ضروري، تمام؟ لان عضلتك ما راح تستفيد من شيء، تلاقي جسمك بسرعه شد، فسرعه الشد هذا بالجسم معناتها ان انت انسان يعني فيك ارهاق زياده على اللزوم. ف حاول انك انت تكون مرتاح وانت جاي النادي عشان تقدر انت تتمرن الساعة أو الساعة ونص اللي انت جاي تمرن فيها النادي وتعطيك النتيجة اللي انت بيها، فلا تجي وانت تعبان، تمام؟ فمثل ما قلنا حق تمرين الفخذ الأمامي ما داعي أوزان ثقيلة، تبي انت التقوية وتبي العضلة اللي هي راح تعطيك القوة الكافية حق انت تكون يعني ريلك تشيلك، تمام؟ وإن شاء الله استفدتم من تمرين اليوم ونشوفكم الحلقة الجاية من برنامجكم كافي كورنر.